23 حد الشني، كل الناس اللي قاعده معانا ديت متضررين وبعدين نعمل في الشارع. انا قاعده في اوضه الواحد يا فرطانيه وابني متجوز في البيت الوراثه دي عزتني انا وابني شقه. منطقه ايه؟ حاره الشناوي سيده زينب. يقول لي انت مالكيش انت قلت القذره. في واحد بني ادم يقول له واحده بني ادم زيه انت قلت القذره مش في اوضه معيشه. وخمس انفار قاعدين في اوضه واحده. تمام. اكل وشرب وغسيل وتوظيف الكل في اوضه واحده. أنا بعمل أكل وبطلع أبيعه، بجيب دولة وبطلع أبيعه، أنا من قبل العيد، من أسبوع وأنا قاعدة حتى وقتنا هذا. أنا ما عملتش اليوم السبت حالة محشي. بتطلبي بإيه يا ست الكل؟ أنا طالبة المكان أوصل مكاني. مش عايزة أكتر من كده، وقاعد مرتاح أنا وعيالي. ما يقعدوش مع ابني الكبير اللي متجوز. عشان معايا ولد ومعايا بنت. أنا عايزة مكان لوحدي. معايا بنت ومعايا بنت ومعاها الست بتاعته وهو ومراته. وبرقه وقسمته وبطاقته ومطاقته على البيت اللي هي قاعدة فيه. شكرا. اللي بعده. انا طالبه اوضه، انا معايا ست عيال مرميه في الشارع، وجوزي عنده 62 سنه، وبلاش شهر ميلادين وجوزي على الله، راجل كبير ونايم في البيت، خدوني من بيتي رئيس الحي ورماني في الشارع. انا طالبه بس اوضه انا وشقه انا وعيالي، الست عيال كبار، بنات كلهم، وحرام علي اللي رمانا انا وعيالي، وببيع والله شهر ميلادين عند الاصل، ببيع هنا عند الاصل. شهد ما موجود عنده 62 سنه قاعد مش بيشتغل عشان مرض والله العظيم ما بنلاقي ناكل. انا قاعده من اخر يوم في رمضان مش لاقي اكل انا ولا عيالي. انت شقه انا وعيالي اتلم فيها. شكرا. على حاجة سعد احمد البالي من سكان جبل عز. انا حضرتك ساكن في الجبل ده بقالي 27 سنه. انا والمدام بتاعتي جمله واغزب على الاوضه اللي انا قاعد فيها انا ومراتي، واخد بالك؟ طبعا انا قعدت اجري قبل ما يهدوها عشان ما يهدوهاش واقعد في الشارع زي الناس اللي قبلي. طبعا قاموا جايين طلع 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 معهم ناس كده، طلع طلع طلع، قاموا رميين الحاجه في الشارع، ورحت بقيت انا ومراتي في الشارع. حاجتي سريري، دولابي، بتجازي، تلفزيوني، غسلت اي حاجه، كل حاجه في الشارع، ونايمين في الشارع انا والناس دي دلوقتي. ما فيش فايده اروح رئاسه الجمهوريه اللي في عابدين، ما فيش فايده. طب نروح فين بعد كده؟ وانا حضرتك عشان ما بقاش بتكلم وخلاص، انا اهو والناس يعني الناس اهو سكتك. شوف حضرتك هذا الورق اهو بتاع الناس اللي في الشارع، في الشارع هذا الناس اهي، الناس اللي ما استلمتش اللي في الشارع، ومعانا مستندات رسميه، ده كل العدد ده حضرتك. ايوه